في اطار من الشراكه الاستثماريه، تواصل مصر وقطر العمل معا على الصعيد الاقتصادي بما يسهم في تحقيق التنميه لكلا البلدين. عمل دؤوب انعكس من خلال زيارات رفيعه المستوى لمسؤولي البلدين لتعزيز العلاقات بناء على تطورات ايجابيه تعزز من العمل العربي المشترك. العلاقات المصريه القطريه اخويه وتاريخيه ومتطوره مما يخدم اهداف ومصالح الدولتين والشعبين ويعزز جهود الحفاظ على السلم والامن على المستوى الاقليمي خلال المرحله الدقيقه الحاليه التي تتعاظم فيها التحديات في المنطقه العربيه القاهرة والدوحة تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة خاصة مع قيام مصر بدور محوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الوطن العربي كما تحرص على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك والاستئناف أطر التعاون بين مصر وقطر تشهد العلاقات الثنائية تطورات إيجابية تؤكدها الزيارات المت... المتبادلة بين الدولتين. وفي فبراير الماضي أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة. وفي اطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين يشير الجانبان الى الاتفاق على مجموعه من الاستثمارات والشراكات بمصر باجمالي قدره خمسه مليارات دولار كما عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لقاء موسعا مع رابطة رجال الأعمال القطريين لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري والمشروعات الحالية والمستهدفة لشركات أعضاء الرابطة في مصر مصر حريصة على التعاون المتكامل المثمر مع قطر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة وذلك كمبدأ مبدأ ونهج استراتيجي راسخ لسياسة المصرية والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي